مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء في كلام مباشر. كان بزاف ناس يحسبوا باللي دخول السجن او المؤسسه العقابيه هو نهايه حياه او نهايه مسار. هؤلاء مخطئون، بالدليل سوف نثبت بانهم مخطئون، لانه كان بزاف ايضا ناس دخلوا الى السجون فبدات حياتهم من ربما اكبر مشكله وقعت لهم. فاليوم بالدليل معلومات عن عدد كبير من المساجين أو من المحبوسين الذين يلتزمون بالانطلاقة من جديد، سواء عن طريق العلم أو عن طريق القراءة أو عن طريق مشاريع معينة يندمجون فيها، فتكون بمثابة صفحة جديدة يتم فتحها في حياتهم. إدارة السجون تقدم الكثير من الخيارات، تسعر على تقديم الكثير من مجالات العمل والإدماج، وهو الذي سنتكلم عنه اليوم. تعرفون هذا الأسبوع كاليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، فلا يمكن أن نطرح مسألة العدالة بالنسبة للجميع بدون أن نتكلم عن فئة هامة اللي هي المساجين أو المحبوسين. وأهم سؤال، ما هي ظروفهم داخل المؤسسات العقابية؟ كيف يتم التعامل معهم؟ عندما نقدم المعلومة من مصادرها الرسمية فهي تقطع الطريق أمام الشائعات، أمام التضليل، أمام التزوير. وكاين بزاف أيضا وكما تعلمون تقارير دولية تتسلل إلى البلدان عن طريق وضعية المساجين فيها. فهذا هو محور نقاشنا الليلة. أرحب بالضيف الأستاذ عبد الغني عميار، وهو المدير الفرعي للتكوين وتشغيل المساجين بإدارة السجون وإعادة الإدماج. أستاذ عميار مساء الخير. مساء النور، تحية لك ولجميع مشاهدين الحصة داخل وخارج الوطن. يعطيك الصحة اللي وافقت على المشاركة معنا في البرنامج اليوم. وكما قلت سيد عميار، لو بدأت بسؤال أنا أفرته في المقدمة حول الظروف، كيف يعامل السجين في المؤسسة العقابية في الجزائر؟ لأنه هذا سؤال كبير وفيه بزاف تأويلات، ماذا بينا نعرفه من عندك أنت مباشرة. شكرا لك. يعامل المحبوس داخل المؤسسة العقابية معاملة تصون وتحفظ كرامته الإنسانية وتعمل على الرفع من مستواه الفكري، دون تمييز مستواه الفكري والمعنوي، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي. إذن وهذه فيها ضمانات، فيها آليات وفيها ضمانات. آليات إعادة الإدماج وبرامج إعادة الإدماج المتمثلة في التعليم والتكوين والتشغيل المحبوسين، وأيضا حقوق المحبوسين اللي نتكلم عليها، على الرعاية الصحية، الزيارات، الربط مع المجتمع، مع العائلة تاعو، كل هذه ممكن نقشها. يعني الضمانات هذه هو يتعرف عليها بمجرد دخوله إلى المؤسسة العقابية. هذه الآليات. الضمانات شيء آخر. الضمانات هناك ضمانات قضائية. أيوة. من خلال الرقابة القضائية على السجون، كان وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث يقومون بزيارة للمؤسسات العقابية على الأقل مرة في الشهر. رئيس غرفة الاتهام يزور المؤسسة العقابية على الأقل ثلاث مرة في كل ثلاثة أشهر. النائب العام لدى اختصاص كل مجلس قضاء ورئيس مجلس القضاء يقومون أيضا بزيارة تفتيشية إلى المؤسسات العقابية على الأقل مرة كل ثلاث أشهر، ويقدمون أيضا تقارير مرة في مشتركة، تقارير مشتركة مرة كل ستة أشهر. فيه رقابة أيضا إدارية عن طريق مصالح تفتيش بالمفتشية، مفتشية سجون. فيه مفتشين أيضا في المؤسسة العقابية. هذه مقاييس عالمية سيد عميار ولا مستمدة من المقاييس العالمية؟ وهذه ضمانات، يعني لأنه احنا موقعين الجزائر على الاتفاقية الدولية، وبالتالي أكيد هذه الضمانات أكيد متواجدة في لما توقع على الاتفاقية الدولية. يعني احنا القانون تنظيم السجون مستمد من هذه الاتفاقية، يعني تكييف النظام الداخلي، القانون الداخلي وفق المقاييس الدولية. هذه الزيارات عندما يقوم أي مسؤول ممن ذكرتهم يكون له لقاء مباشر مع المساجين، هو يزور كل الفضاءات لداخل السجن. يزور القاعات، يشوف القاعات، يشوف الجانب الإداري، الجانب التنظيمي، يستمع وينصت للمحبوسين، لانشغالاتهم، سواء المتهمين في قضاياهم، سواء المحكوم عليه نهائيا في وضعيتهم، الجانب الصحي، الجانب إعادة الإدماج، كل هذه الأمور تكون محل زيارة. هي فلسفة العمل إذا سمحت لي سيد عميار اختلفت، يعني العقوبة الآن لم تعد كما كنت أنا نهضر على أساس أنها عقوبة مزدوجة، هذا السجين عوقب فهو في مؤسسة عقابية، ولكن التعامل معه
كإنسان له حقوق يمكن أن يتمتع بها، ومن ضمن هذه الفلسفة الجديدة أنكم تتعاملون معه كإنسان يمكن أن تتوفر له فرص في التعليم في القراءة وفي غيرها. هذه التي يرتكز عليها النظام العقابي في الجزائر، يرتكز على نظرية الدفاع الاجتماعي الحديثة التي تجعل من تطبيق أو تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وسيلة لحماية المجتمع عن طريق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وفي إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في آليات وفي برامج، نتكلم على برامج التعليمية، برامج التكوينية، التشغيل للمحبوسين، الإرشاد الديني، نشاط ثقافي، نشاط الرياضي، كل هذه برامج ووسائل لإعادة التحضير لما بعد الإفراج. صحيح. وهي الرعاية، ما تسمى بالرعاية اللاحقة. طيب الآن كيف نقيم سياسة التكوين وتشغيل المساجين في الفترة الماضية سيد أمير؟ شوف سي قادة، أولا نعرف بلي المحبوس لما يدخل المؤسسة العقابية عنده مسار من بداية يخطط له من بداية دخوله إلى غاية الإفراج عنه، وفق الاحتياجات تاعه، وفق الخصوصية تاعه، وفق أيضا لمدة العقوبة اللي راه فيها، ودخوله للسجن ليس للعقاب لغة، وأنت يعني أدرى مني في اللغة. السجن ليس للعقاب، وإنما السجن كعقاب هو فقد الحرية تاعه، ما فقدش الكرامة تاعه. في الجانب هذا يخطط له العقوبة تاعه، كيفاش يقضي العقوبة تاعه؟ فيه مصلحة داخل المؤسسة العقابية وسمها مصلحة تقييم وتوجيه، تفتح حوار معاه، يجلسوا معاه، يشوفوا الاحتياجات تاعو. اذا كان عنده ظروف مثلا امي يسجلوا في معه الاميه، اذا كان لازم نرفع المستوى التعليمي تاعو نسجلوا في مرحله للمستوى تاعو في مرحله مراحل اطوار التعليم، اذا كان يحتاج الى تطوير مهاراته وامكانياته الى اخره نسجلوه في التكوين. في التعليم سي قادة عندنا التكوين الاطوار او التعليم عفوا الأطوار تاعو من المحو الأمية إلى غاية التعليم الجامعي. في محو الأمية سجلنا هذه السنة أكثر من 6000 محبوس في مختلف أطوار محو الأمية بمختلف الأعمار. لما الأعمار والأطوار، لأنه محو الأمية فيها 3 أطوار. صح. في سنتين. لما يتحرر من الأمية يدي شهادة تحرر من الأمية، هذه مباشرة يعني ينتقل بها إلى السنة أولى متوسط. في السنة أولى متوسط يسجل في التعليم المتوسط عن طريق التنسيق مع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ما يسمى في عند العاميه بالمراسله، يعني يقرب المراسله. صح. احنا نسجلوه، نتكفلوا له حتى بحقوق التسجيل، نوفروا له الادوات البيداغوجيه، وندعموه ونشجعوه. بعدين كاين المسابقات شهاده التعليم المتوسط، كاين شهاده البكالوريا طبعا على حسب مده العقوبه تاعو. هذه السنه الأطوار التعليمية يعني مش سنة أولى متوسط إلى غاية السنة الثالثة ثانوي سجلنا 32,000 عدد معتبر، يؤطرهم أكثر من 1,000 مؤطر منتدبون من وزارة التربية الوطنية، من المجتمع المدني، أساتذة متطوعين إلى آخره. الشهادة التعليم المتوسط هذه السنة سيجتاز إن شاء الله 5,000 محبوس شهادة التعليم المتوسط، و6,000 محبوس راح يجتازوا البكالوريا، يعني حوالي اكثر من 10,000، حوالي 11,000 بين المتوسط وشهادة البكالوريا. حتى المستوى الجامعي عندنا 66 محبوس يدرس في الجامعة في إطار ما يسمى بالحرية النسبية. شحال أستاذ عميان؟ 66 محبوس 66 يدرس في الجامعة في إطار الحرية النسبية، يروح يخرج صباحا، هذا القانون اللي عطاله هذا الآلية. ايوه نشرحوا الحرية النسبية. هذه الحرية النسبية هي وضع المحبوس خارج المؤسسة العقابية صباحا ويرجع لها مساء بدون حراسة. بدون حراسة نعم، يعني يروح ويولي، يروح للولي بدون حراسة، يروح يقرأ في الجامعة طبعا بالتنسيق مع إدارة الجامعة. أكيد. يجيب البرنامج تاعه، وقتاش يقرأ التيدي، وقتاش يقرأ الكور المحاضرات. ثم لما داروا هذا القانون أو غيبوا الحراسة هي حتى لا يشعر بأي عقدة في محيطه العلمي الأكاديمي. أكيد مقصودة هذه وسيلة، لأنه هو قدم ضمانات من حيث السلوك، من حيث النتائج تاعو اللي حققها في البكالوريا، نجح في البكالوريا، توفرت فيه شروط قانونيه وشروط موضوعيه، سلوك حسن وقدم مبادرات الى اخره. من يفصل في هذه؟ فيه لجنه تطبيق العقوبات. أيوة. اللي تراسها قاضي تطبيق العقوبات هي. أوكي. اللي تفصل في ومن بعد يعطوا له مقرر الوضع، يسمى مقرر الوضع في الحريه النسبيه. اذا ما التزمش مثلا ما راحش يقرا، تغيب مثلا، يعاود يرفع له المقرر الوضع. وكلهم يعني تقريبا يعني عندهم حسن نيه ودرسوا. عندنا محبوس هذه السنه. أيوة. دار رساله دكتوراه داخل المؤسسه العقابيه، وهذه انتشرت
عربيا يعني ليس فقط على مستوى كل الظروف وفرت له الأساتذة الجامعيين المشرف على اللي يجوا داخل المؤسسة العقابية وتواصلوا معه في أي تخصص علم الاجتماع في جامعة الجزائر واحد وكاين هل 66 موزعين على كل الولايات ولا على الولايات نعم على الولايات الباقي اللي ما توفرش فيهم شروط الآن احنا بصدد تحضير الاتفاقية مع جامعة التكوين المتواصل لأنه جامعة التكوين المتواصل غيرت نظام الدراسة البيداغوجي ماهوش كيما زمان كانوا يقراوا سنه ثلاث سنوات يدي شهاده الدراسات التطبيقيه الجامعيه ديو الان يدخل الجامعه التكوين المتوصل بالبكالوريا النظاميه اولا ثانيا يدير ليسونس عن بعد او ماستر عن بعد اذا كان عنده ليسونس حنا رانا في التحضيرات ان شاء الله نهائيه عن قريب ان شاء الله نمضي الاتفاقيه حتى يستفيد جميع المحبوسين من هذا النظام بين قوسين بعيدا عن الحريه النسبيه تتوفر فقط لطالبي العلم ودارسين ولا كاين القانون واضح هو يقول القانون النظام يقول يوضع المحبوس خارج المؤسسه العقابيه ممكن يدير عمل يروح يشتغل أوكي. ممكن يروح يدرس وممكن يروح للتكوين المهني صح هذه مطبقه بشكل كبير اكيد مطبقه بشكل كبير هاني عطيت لك 66 محبوس راه يدرس 66 هذا برك في التعليم العالي كاين سؤال دائما مانيش عارف الاجابه تاعه ربما اجدها عندك سيد عميار وأكيد درتوا دراسات ودرست حالات هل المسجون يذهب إلى التعليم والمسابقة لأنه يؤمن بأنها بداية تغيير في حياته أم فقط ليتخلص من عبء السجن يعني تعرفوا باللي مثلا هادو حرية نصفية حاجة مليحة ليهم قد لا تتوفر لهم إلا بالدراسة فباش نعرفوا عقلية المساجين هل يتغيرون في إطار العقوبة وبالتالي يبحثون عن الأشياء الإيجابية أكثر من السلبية أكيد أولا نحن قدما لا نجبرهم لكن نحفزهم ونشجعهم نقوم بحملات توعوية وتحسيسية لداخل الأخصائيين النفسانيين شركاء جمعية المجتمع المدني الإمام يجي يدير إرشاد ديني ويحفزهم على أنه لازم ينخرطوا في مختلف الأليات اللي وجدوهم اللي موجودين داخل المؤسسة العقابية وبالتالي هو يعني كما نقول يضرب عصفورين بحجر واحد أيوة. أولا يستفاد يرفع المستوى التعليمي تاعو يرفع المستوى التكويني تاعو يدي مهارات اخرى اللي تساعدو على الاندماج في المجتمع لانه قبل داخل المؤسسه العقابيه فيه مؤسسات الدعم فيه شركاء تاع يعني لاناد ولونساج سابقا لونجام الى اخره هم يجوا يديروا حملات تحسيسيه داخل المؤسسه العقابيه هو يقول لك لازم تكون عندك شهاده مثلا مستوى معين باش تدير مشروع معين بالتالي هو يغتنم الفرصه لداخل المؤسسه العقابيه وحنا نقدموا له كل التسهيلات والمساعدة والتحفيز والتشجيع على أنه ينخرط في هذا المسعى بالتالي يقوي المعرفة تاعه ويقوي الإمكانية تاعه بعد ما يخرج راح يلقى رعاية أخرى أو ما يسمى بالرعاية اللاحقة الرعاية اللاحقة هل هي تعني المساعدة على الإدماج أم لها تعريف آخر؟ شفت يعني التعريف تاعها واضح الرعايه اللاحقه لمن لاحقه؟ لاحقه لما هو موجود في داخل المؤسسه العقابيه لانه الجهد اللي يكون في المؤسسه العقابيه جهد كبير من الموظفين لاداره السجون اللي عندهم يعني نوجه لهم تحيه من الان بمختلف رتبهم بمختلف اسلاكهم من شركائنا عندنا 20 قطاع وزاري نشتغل معاهم في اطار اتفاقيات وفي اطار اللجنه الوزاريه مجتمع مدني نعم مجتمع مدني عندنا 257 جمعيه تنشط داخل المؤسسه العقابيه اكثر قطاع ربما فيه تعاون مع المجتمع المدني بهذا الشكل اكيد كل مؤسسه الدوله متجنده باش نساهم في عمليه ادماج المحبوسين في اطار لجنه وزاريه مشتركه فيها ايضا جمعيه 257 جمعيه هادو كلهم يتجندوا حتى يساهمون في إدماج المحبوس في المجتمع الرعاية اللاحقة معناتها أنه يخضع لرعاية حتى بعدما يكون قد أنهى دراسته شوف قد الرعاية اللاحقة تبدأ لداخل السجن أوكي. عن طريق توعية وتصحيح النصح والإرشاد إلى آخره التحسيس أيضا لما يسجل هو في التعليم ويرفع المستوى التعليمي تاعه لما يسجل في التكوين ويأخذ شهادة هذه تساعده على أنه راح لما يخرج فيه مصالح لمسخرة من طرف إدارة السجون وزارة العدل تسمى أوكي. المصالح الخارجية لإعادة إدماج احنا خذينا على عاتقنا حتى مواصلة المرافقة المحبوسين بعد الإفراج عنهم يجي المصلحة الخارجية هي تقوم باستقباله وتوجيهه ومرافقته مع مختلف مؤسسات الدعم داخل مؤسسة العقابية 1800 حملة تحسيسية اندرت مع هذه المؤسسات الدعم درنا أكثر من 250 دورة تكوينية للمحبوسين اللي باقي عليهم 6 أشهر باش يفرج عنهم حملة تحسيسية كيف دورة تكوينية
كيف ينشأ مؤسسة مصغرة، المقاولاتية كيفاش يدير ان سيفي، سيرة ذاتية، كل هذه تحضيرا لبعد الإفراج. كي يخرج أيضا تكون مرافقته، يقدر يروح وحده، نعطوه رسالة توجيهية يروح وحده، ما فيش مشكل. نقطة الإمام، لأنه مهم الإرشاد الديني أكيد في إطار تنسيق أيضا مع المصالح المختصة، بالصح هل هي مقتصرة على دروس أسبوعية، ولا الإمام يتوفر لأي محبوس يريد أن يكون له استشارة دينية أم ماذا؟ شو الإرشاد الديني مضمون لجميع المحبوسين. أيوة. كل محبوس عنده حق زيارة رجل دين. الآن في إطار اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة شؤون دينية، عندنا أكثر من 500 إمام ومعلم قرآن ومرشدة دينية يقدمون دروس الإرشاد والتعليم القرآني لداخل المؤسسة العقابية. منهم أكثر من 60 مرشدة دينية تشتغل مع النساء. لداخل المؤسسة العقابية في أقسام تحفظ القرآن الكريم، 368 قسم لحفظ القرآن الكريم، فيها 7474 محبوس يحفظون القرآن الكريم، من بينهم أكثر من 3500 محبوس يحفظ بين حزب و15 حزب، أكثر من 700 محبوس يحفظ من 15 حزب حتى 60 حزب، أكثر من 160 محبوس يحفظ 60 حزب داخل المؤسسة العقابية. صحيح. إذن الوازع الديني، وإحنا نعرف أن الوازع الديني يقوي، يشتد في الأزمات وفي المحن، يشتد في الأزمات والمحن، وهو يساهم مساهمة كبيرة في توجه المحبوسين إلى مختلف البرامج والآليات الموجودة داخل المؤسسة العقابية. طيب نقرأ بزاف أيضا في إطار إدارة السجون عن المؤسسات بيئة مفتوحة. ممكن نشرحها أيضا للمشاهدين سيد عميار، خصوصا أنها مرتبطة بالعمل الميداني، بالفلاحة، المستثمرات، يعني شيء كبير أيضا يتم في هذا الإطار. وهذا اللي موجود داخل، لأنه قانون تنظيم السجون يتكلم على المؤسسات البيئة المغلقة، السجون العادية اللي نعرفها، وفيه مؤسسات البيئة المفتوحة. عندنا 26 ورشة فلاحية ليشتغل فيها المحبوسين، 26 ورشة مستثمرة فلاحية احنا نقولوا ورشة فلاحية. أوكي. مؤسسة بيئة مفتوحة وقدمها ورشة فلاحية، المحبوسين يشتغلوا في مختلف النشاطات الفلاحية، الأشجار المثمرة، تربية الحيوانات يعني الغنم، الدجاج، اللحوم، البيوض، يعني مختلف النشاطات الفلاحية، حتى تربية المائية، تربية المائيات. في 2022 تم تشغيل أكثر من 3000 محبوس في النشاط الفلاحي داخل المؤسسة العقابية، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، وأيضا بالتنسيق مع وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، وأيضا قبل ما يروح الفلاحة ويدير تكوين في النشاط الفلاحي ثم راح يشتغل في الفلاحة، وبالتالي عنده شهادتين، عنده شهادة تاع تكوين ولا يدل فيها على أي شيء أنه ادها لداخل المؤسسة العقابية، ثم لما يكمل العقوبة تاعه ويخرج ويجي خارج من السجن تسلم له شهادة خبرة. وتشغيل المحبوسين داخل الورشات الفلاحية والورشات الإنتاجية هو من اختصاص الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، هو مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، مهمتها تشغيل يد العاملة العقابية أو تشغيل المحبوسين، وتابعة لوزارة العدل، وأيضا حتى تسويق، تقوم بتسويق المنتجات الفلاحية اللي ينتجها المحبوسين. صحيح. طيب مربط الفرس أو الأساس هو الإنسان، يعني هذه مؤسسة. نعم. قلنا بأنها عقابية جوزافا، هذه الكلمة قد تدل على معنى سلبي، ولكن في نهاية المطاف هو ينفذ عقوبة مسلطة عليه بحكم القانون، ولكن في نهاية المطاف هو إنسان. نعم. والهدف نظن كما راك تشرح في هذا المسار سيد عميار، الهدف هو مساعدته على إعادة التأهيل مرة أخرى حتى يندمج في الحياة العامة ويتجاوز عقوبته ومحنته. فالجانب الإنساني أكيد، يعني منش باغي نشوفوا المؤسسات العقابية على أنها قضبان حديدية وسواد، وكاين بشر خلف هذه القضبان. فالجانب الإنساني كيفاش تتعاملوا معه سيد عميار، وكيف يمكن الحفاظ أيضا على الأنسنة داخل السجون؟ نعم. شوف، وبالك عندك أمثلة، أنت تعرف خير مني، وكلما مدينا أمثلة يكون المشاهد يفهم. قبل ما نعطيك مثال يعني ولا أمثلة، وهي كثيرة، لازم تعرف بلي المحبوس هذا لما يدخل مؤسسة عقبية، طريقة دخوله وطريقة خروجه الإدارية يعني فيها جانب إنسان. لما يدخل يستقبله مدير المؤسسة أو نائبه، لما يدخل أيضا يفوت عند الطبيب، يفوت عند أخصائي نفساني، أكثر من 500 أخصائي نفسانيين يشتغلون في السجون، يفوت عند طبيب يدير فحص طبي، فيها يعني مسار الدخل. المعاملة قلت لك معاملة تصون كرامته وتحفظ كرامته الإنسانية، المحبوس اللي فقد الحرية تاعه ما فقدش الكرامة تاعه. الداخل احنا جزائريين خويا قادة، وهذو المحبوسين أغلبتهم جزائريين، احنا نخدم نعمل في إطار القانون،
وقبل ما يعني في القانون هذا اللي هو اللي راه اللي باين، لكن في الداخل فيه ضمير انساني، صح. فيه قيم تربينا عليها ونعرفوها، والجزائري ما يحبش الظلم، ما يحبش الحقره، هذا عمل. والموظفين هو ابناء الجزائر، اقل موظف يعني اللي عنده رتبه الاخراني يعول عنده المستوى مستوى النهائي، صحيح صحيح. سنه ثالثه ثانوي، وفيه يعني عشرات بالمئات من الاعوان الان راهم دايرين ماستر ودايرين دكتوره ايضا ويدرسوا. العون هذا والضابط اللي يتكون في المدارس التكوين التابعه لاداره السجون، من بين المواد اللي يدرسها في فتره تكوينه جانب حقوق الانسان، كيف يتعامل مع المحبوسين. في اداره السجون فيه مديريه تسمى مديريه الفرعيه لمعامله المحبوسين. الداخل الاستعقابيه فيه تضامن. نعطيك مثال. ايوا موظفين تاوعنا يعني يجي عيد صغير، عيد كبير، داخل المؤسسه يفوت هو معاه، محبوس داخل المؤسسه والموظف مع معاه. الموظف صح. فيه تضامن، فيه ايماجيني الداخل يوصل عيد كبير للداخل، هذا مخلي العائله تاعو، هذا مخلي العائله تاعو، هذا وظيفته وهو يعني يخدم يعني او العكس، في الفرح وفي القرح. في القرح حتى في القرح لما محبوس يعني اكبر حاجه انه يسمع يجي خبر باللي توفى الوالد تاعو او الام تاعو. فيه معامله اللي يستقبلوا المدير والاخص مواسات، يستقبلوا المدير ويستقبلوا الاخصائي النفساني، العائله تاعو لما تجي يستقبلها المدير ويواسيهم ويعزيهم. حتى الداخل داخل داخل مؤسسه عقابيه في قناه تلفزيونيه مصغره لما تكون هكذا وفاه هكذا يعني تنشر لداخل القاعات وتقدم له تعزيه، يعني فيه جانب انساني، صحيح. سواء من الموظفين، لانه الموظف هو بشر ايضا، حتى صحيح. الموظف هو بشر يتعامل معه معامله دائما كما قلت. وهذا كلام زياده على انك تقول سيد عميار، سمعنا ايضا من وزير العدل حافظ الاختام سي عبد الرشيد الطبي، ايضا سيد سعيد زرب اللي هو المدير العام لاداره السجون قال هذا الكلام أكثر من مرة حول أنسنة السجون. فأتمنى لكم التوفيق سيد عميار. شكرا. إذا تريد أن تضيف كلمة ربما. والله حاب نزيد لك بالنسبة للقراءة يعني القراءة والمقروئية لداخل السجون. أنا نفاجئك باش نقول لك عندنا في كل مؤسسة عقابية عندنا مكتبة مركزية ومكتبات متنقلة، صح. على مستوى المؤسسات العقابية عندنا حوالي مليون كتاب للداخل، عندنا في 300 ألف عنوان. يعني نحفز المحبوسين على القراءة والمقروئية، يقوم بتلخي بالقراءة وتلخيص كتاب، ويلخص كتاب يفوت على لجنة يعني ويستفيد من بعض الهدايا وبعض صحيح. ما يتطلبه. كاش كما العلم والقراءة والمطالعة والالتزام الديني كلها وسائل للخروج من المحن ومن الأزمات. احنا مقبلين على شهر رمضان استقادة، صحيح. كاين برنامج خاص، في برنامج خاص ان شاء الله نستقبلكم هنا ونحكيو عليه. ان شاء الله ما فيش مشكلة. يعطيك الصحة السيد عبد الغني عميار المدير الفرعي للتكوين وتشغيل المساجين بإدارة السجون، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. يعطيك الصحة. مشاهدينا الأعزاء انتهى البرنامج الليلة، نتلاقاو الحد ان شاء الله، دمتم بخير.